مرحبا، يعطيكم العافية. معكم دكتور طلال النحلاوي، أستاذ مساعد في قسم دوار الأسنان. محاضرتنا اليوم هي هتكون عن لمحة عن الدنتال كومبوزيت من وجهة نظر المواد السنية، لكن فيما يتعلق بتطبيقاته السريرية. Introduction to dental composite as a restorative material. كلاتنا بنعرف، إذا بدنا نرجع للتعريف الأساسية، شو هو الدنتال كومبوزيت. الدنتال كومبوزيت كتعريف هو مزيج ما بين شيئين، اللي هي المواد المالئة واللي هي القالب العضوي اللي بيجمع بيناتهم السايلين كابلينج ايجنت. إذا مكونات الكومبوزيت هي الريزين ماتريكس، وهو بيشكل القالب الراتنجي العضوي، اللي هو بيتألف من المونوميرات، محفزات التماسر، المحفزات والملونات. والشق الثاني الشق الهام جدا المسؤول عن الخواص الفيزيائية، طبعا الأولاني هو مسؤول عن الخواص الكيميائية، الشق الثاني فيلرز هي مسؤولة عن الخواص الفيزيائية، اللي هي inorganic parts اللي هي المواد المالئة. وطبعا هن هدول الشقين هن قسمين لا يتقابلان، بحاجة إلى مادة تربط ما بينهما اللي هي silane coupling agent. مش شايفين نحن هون طبعا مثال على المونومير او الوحيد التماسر اللي هو البيز اي ام اي 6 مول بشكل الحلقي تبعه. طبعا الشق الاخر هو المحفزات التماسر، محفزات التماسر اللي تدخل ضمن الشق او القالب العضوي. بالنسبه للكومبوزيت في عندي شقين، عندي شق اللي هو بيسموه الاوتو كيور او ذاتي التصلب، وعندي الشق الثاني اللي هو ضوئي التصلب. ذاتي التصلب والذي يطلق عليه خطأ كيميائي، يعني احنا المفروض ما نقول عن الكومبوزيت انه كيميائي، المفروض نقول عنه ذاتي التصلب، لانه حقيقه ذاتي التصلب والضوئي التصلب اثنيناتهم بيتبلمروا باليه كيميائيه. ذاتي التصلب طبعا بشكل اساسي عندنا البنزويل بيروكسيد مع التيرتري امين، وضوئي التصلب عندنا الكامفرتينون او زمره الالفا ديكيتون مع التيرتري امين. طبعا البنزويل بيروكسيد كلنا بنعرف حساسيته للحراره، وبالتالي هون كثير ضروري انه نحط هذه المواد ضمن درجه حراره اقل من 20 درجه بالبراد من اجل عدم التاثير على مكوناتها. هي نقطه. نقطه ثانيه، صراحه البنزويل بيروكسيد او محفز التماسر البنزويل بيروكسيد هو المسؤول عن تلون الكومبوزيت اللاحق. هون بنشوف جدول، بهذا الجدول بتوضح لنا اشكال مختلفه او نسب تقلص تصلبي المختلفه بالنسبه للكومبوزيتات او المونوميرات المختلفه. برجع بقول المونومير هو الشق العضوي من الكومبوزيت. طبعا هون شايفين نحن عندنا جدول، هذا الجدول هو عباره عن المونوميرات او القسم العضوي من الترميمات الكومبوزيت بانواع المختلفه، بالاضافه الى تقلصها التصلبي بالنسبه المئويه. وكلاتنا بنعرف انه المونوميرات او القالب العضوي هو مسؤول عن التقلص التصلبي، يعني المواد المالئه ما لها علاقه بالتقلص التصلبي، التقلص التصلبي هو مسؤول عنه المونوميرات او وحدات التماثر. البيز جاما هو الاكثر استخداما، تقلص تصلبي بحدود 4.4%، اليو دي ام اي اللي شفناه قبل شوي كمان 4.4%، التي اي جي دي ام اي صراحه هذا تقلص تصلبي عالي 13.8%، لكن ما زال يستخدم ضمن العديد من انواع الكومبوزيت صراحه، لانه بيعطينا خواص تعامليه جيده للكومبوزيت، فالكومبوزيت بيصير تطبيقه بطريقه اسهل. وفي عندنا 200 متكريات سابقا كان يستخدم تقلص تصلبي حدود 20.6%، الان لم يعد يستخدم بشكل اضافي في ترميمات كومبوزيت بسبب التقلص التصلبي العالي ووجود بدائل جيده مثل البيس جاما والبيس اي ام اي. طبعا القسم اللا عضوي، القسم المسؤول عن خواص فيزيائيه اللي هو قسم المواد المالئه، طبعا تسلين المواد المالئه. بنرجع نقول نحن قلنا في قسم مونوميري في قسم غير مونوميري او لا عضوي، بيصل ما بينهم سايلين كابلينج ايجنت، يعني المواد المالئه تسلين، يتم تطبيق السايلين عليها وبالتالي تشكل رابطه، والا اذا ما كان عندنا سايلين لن يستطيع المادة المالئة من الاتحاد مع المونوميرات ضمن كتلة واحدة اللي هي كتلة الكومبوزيت. من المواد المالئة المستخدمة عندنا الكواريوم، الكوارتز، باريوم، وسترونيوم، زيركونيوم أوكسايد، وفي عندنا أيضا سيليكون دي أوكسايد، وفي عندنا هيدروكسي أباتايت. تخيلوا هيدروكسي أباتايت إن كومبوزيت متقبل حيويا. وفي عندنا نوع من أنواع الكومبوزيت اللي هو بيدخل ضمن تركيبه المواد المالئة البري بوليمرايزد فيلرز، أو المواد المالئة التي تم تصليبها مسبقا، بالتالي بتتحد معه بشكل أفضل مع المادة الراتنجية. وأيضا في عندنا بعض المواد المالئة المحررة للفلورايد
وعندنا المواد المالئة الزجاجية. إذا بنشوف إنه إحنا عندنا عدة أنواع من المواد المالئة المستخدمة ضمن ترميمات الكومبوزيت. إذا بدنا نجي للكومبوزيت وتم تصنيفه ضمن تصنيف من وجهة نظر سرية، برجع بقول ليس الهدف من محاضرتي اليوم هو الحديث عن المواد السنية كمواد سنية، الكومبوزيت كمادة سنية، إنما حديث اليوم رح يكون هو عبارة عن تصنيفات، وهي التصنيفات التي تدخل ضمن التطبيق السريري. طبعا منصنف الكومبوزيتات وفق ثلاثة أنماط. النمط الأول ذكرته هو وفقا لآلية البلمرة، عنا الأوتو كيورد أو ذات التصلب اللي بيكون وحيد التماسر فيه هو البنزويل بيروكس أو المحفزات هي البنزويل بيروكسيد، والكو إنشياتر هو التيرتري أمين، وأيضا الألفا الضوء التصلب اللي بيكون فيه عنا الألفا دي كيتون مع التيرتري أمين. هذا تصنيف. التصنيف الآخر يتم تصنيف أنواع الكومبوزيتات وفقا لدرجة التحميل، وأيضا تصنف تصنيفا ثالث وفقا لحجم الذرات المالية. تعال نتعرف مع بعض على تصنيف الكومبوزيت وفقا لدرجات التحميل. يصنف طبعا، احنا برجع بذكرته مثال انه هو عبارة دائما الكومبوزيت هو عبارة عن مادة مالئة يتم إضافة إليها، أو هي عبارة عن مادة مونوميرية راتنجية يتم إضافة إليها المواد المالئة بتركيز مختلفة. كل ما أضفنا المواد المالئة بنسبة أعلى، كل ما هذا أدى إلى حصول على نمط مختلف من أنماط الكومبوزيت. بشبه لكم إياها بالعجين. العجين كيف بيصير؟ يمكن نحط بيض، يمكن نحط حليب، ويتم إضافة إليه الطحين. كل ما أضفنا الطحين بشكل أكثر، كل ما صارت العجينة متماسكة أكثر. كل ما أضفنا الطحين بكمية أقل، كل ما حصلنا على نموذج مختلف من العجين. لذلك نحن نفس المبدأ من وصفه ضمن الترميمات أو ضمن عجينة الكومبوزيت. فعندنا أول شيء نبدأ بالمادة الرابطة. المادة الرابطة المملوءة هي شكل من أشكال الكومبوزيت. طبعا هنحكي هلا عن فائدتها، وبتكون درجة التحميل فيها بين 10-15%. وعندنا أيضا السيلنت أو المواد السادلة، وهذه الميازيب بتكون فيها درجة التحميل من المواد المالئة أعلى 20-30%. وعندنا بقى الفلو بالكومبوزيت او الكومبوزيتات السيالة بيكون درجة تحميل 40-50%. وبننتقل بعدين لتحميل اعلى اللي بيطلع عندنا الكومبوزيت العادي الامامي الخلفي اللي بيكون درجة التحميل تقريبا في بين 70-75%. واكثر شيء ممكن نوصل للباكابل اللي هو ممكن نوصل احيانا ل 80 او اكثر من 80%. طبعا في عندنا حدود من اضافة المادة المالية الى المادة الراتنجية. ممكن لما بيتم اضافة كمية اكبر لن تعود مثلا لمرحلة معينة المادة الرابطة قادرة على ترطيب جميع ذرات المادة المالية. كمان في نقطة مهمة بدي لكم اياها، انه احنا دائما لما بنطبق المواد الرابطة او المواد الكومبوزيت بنطبق قبلها مادة رابطة ما عدا الفيلد اديزيف اللي هي بحد ذاتها مادة رابطة، ما عدا السيلنت. يعني السيلنت احنا بنخرج ونطبقه ما في داعي نحط قبله مادة رابطة، لانه هو لساعته يمكن تصنيفه ضمن المواد الرابطة، وبالتالي بيعطيني ارتباط جيد. اما الفلو بالكومبوزيت فما بعد الفلو بالكومبوزيت يجب تطبيق المادة الرابطة معه. بنبلش معكم اول شيء بما يدعى بالفيلد اديزيف او المواد الرابطة المملوءة. هي المواد الرابطة المملوءة طبعا لها مزايا كثيرة. نحن كلاتنا بنعرف ان المادة الرابطة عندما يكون عندنا ارتباط جيد تشكل ما يدعى بالطبقة الهجينة اللي شايفينها هون، وبتندخل ايضا عندنا المادة الرابطة ضمن اندخالات ضمن الاغنية العاجية بما يدعى الريزين تاكس او الاندخالات الراتنجية. في الاسنان الحية هي الطبقة بخصفة الاملاح المعدنية اللي هي مستعاض عن الاملاح المعدنية فيها بمادة راتنجية زائد الريزين تاكس الداخل ضمن الاغنية العاجية. في حالة الاسنان الحية هي على تماس مباشر مع السوائل العاجية، وبالتالي هناك احتمالية لانحلال المادة الرابطة مع مرور الوقت. لذلك تطبيق المادة المالئة ضمن المادة الرابطة تؤدي الى تقصية الطبقة الهجينة وتقصية الاندخالات الراتنجية ضمن الأقنية العاجية، مما يؤدي إلى مقاومة الانحلال نتيجة التماس مع السوائل العاجية مع مرور الوقت. هاي نقطة. نقطة ثانية بتزيد من سماكة المادة الرابطة، وبالتالي بتقلل من إجهادات التقلص التصلبي. لذلك نحن نستعمل الفيلد أدهيزف أو المادة المالئة. هذه المادة المالئة أو المادة الرابطة المملوءة طبعا يجب أن يكون حجم المواد المالئة أقل من 15 نانومتر، وإلا لن تكون المادة المملوءة قادرة على اختراق الأقنية العاجية والدخول عمقا ضمن الألياف الكولاجينية لإعطاء تقصية للطبقة الهجينة، وإلا ستتفلتر، تصير مثل عنا أنا فلتر، تتجمع المواد الرابطة هون تدخل. إذن تكون أقل قطرة أقل من 15 نانومتر.
هذا التصنيف الأول فيما يتعلق بالفيلد أدهيزف أو المواد الرابطة المملوءة. القسم الآخر اللي هو درجة التحميل فيه بين 20-30%، عندنا شيء اسمه السيلانت. كلاتنا بنعرف السيلانت إنه هي المادة السادة والوهاد والمازيب واللي نحن بنستعملها مشان نكسر حلقة النخر ونمنع تجمع الأطعمة لحتى نمنع تجمعها ضمن الوهاد والمازيب منعا من تشكل النخر السني كمرحلة وقائية. طبعا احنا بنطبقها على حالة الأسنان عندما تبزغ في بداية بزوغها في حالة الشقوق العميقة والميازيب العميقة مع عدم عناية صحة فموية لفترة معينة من هون لحتى يبزغ السن بشكل جيد والطفل يقدر يستطيع يستوعب إجراءات العناية بالصحة الفموية بتكون عدد كم سنة وبالتالي بتكون أدت الغرض المنوط فيها اللي هي الوقاية. طبعا تطبق على الوهاد ميازيب في أنواع مواد سيلانت بتكون ذات لون مغاير قبل التصليب عن لونها ما بعد التصليب وهي لها فائدة سريرية صراحة خاصة أثناء التصليب الضوئي لأنه بنعمل مثلا سادة لاصقة على كوادرنت اللي هو ربع فك فنحن ربع فم أو نصف فك فنحن أحيانا قد نخشى أنه جهاز التصليب الضوئي قد لا يعني ما ننتبه أنه ما يمرق على كل الأسنان وبالتالي تبقى المادة غير المتبلمرة بلون مغاير عن المادة المتبلمرة. حالة سريرية بنشوف هون العزل تطبيق حاجز مطاطي ضروري جدا من أجل الحصول على الارتباط بشكل جيد تطبيق حمض التخريش على الوهاد والميازيب مثل ما لكم شايفين وعملية الغسل وهذا المنظر التشولكي وايت أبيرنس المنظر الطبشوري. هلأ هون صحيح السيلانت هي نوع من أنواع الكومبوزيت لكن مثل ما قلت لكم قبل شوي لا نطبق مادة رابطة قبلها لأنه هي تعد بحد ذاتها ما زالت ضمن زمرة المواد الرابطة مجرد هي تطبق على الوهاد والميازيب ومثل ما أنا شايفين في بعض الأنواع بيكون لونها مغاير قبل التصليب وبعدين بعد التصليب تصبح لون حليبي ونقوم بفحص الأطباق أكيد خوفا من تشكل بعض السماكات قد تعيد الأطباق ونعد الأطباق على هذا الشكل وبالتالي نكون عملنا حماية ووقاية لعدة أسنان بتطبيق السيل. النمط الآخر النمط الثالث من أنماط الكومبوزيت وفق درجة التحميل عندنا الفلو بالكومبوزيت أو الكومبوزيت السيال. الفلو بالكومبوزيت أو الكومبوزيت السيال فيه درجة تحميل حوالي 40-50%. من درجة التحميل المنخفضة مقارنة مع الكومبوزيت التقليدي بنعرف أنه خواصه الفيزيائية ضعيفة لكن عدم تحميله لدرجة عالية يعطينا خواص مفيدة من حيث قابليته للسيولة. هذه السيولة تعطيني ميزة جيدة كاستخدامه كلاينر لأنه راح تعمل لي انطباق أفضل ما بين المادة المرممة وما بين النسوج السنية وما بتسمح كتير بتشكل الفويدز أو الفقاعات اللي هي ممكن تكون لها أثر سلبي. نقطة ثانية اجتمعت بعض الدراسات وبرجع أقول بعض الدراسات أبحاث ولا يوجد إجماع على هذا الموضوع على اعتبار أن المواد أو الكومبوزيتات السيالة هي لها قدرة على تخفيف الإجهادات التقلصية وتعمل كطبقة إلاستيك ما بين النسوج السنية والكومبوزيت لامتصاص الإجهادات التقلصية مما يخفف من أثرها السلبي وحسن من العلاقة الحفافية وبرجع أقول هذا الموضوع له حمال أوجه وله انتقادات في بعض الدراسات بتوافق وفي بعض الدراسات ما بتوافق. إذن درجة التحميل الضعيفة تؤدي إلى قوى ضعيفة وبالتالي إلى تقلص تصلبي عالي لأنه نسبة المونوميرات عالية وبرجع أقول لكم التقلص التصلبي هو متعلق بالجزء المونوميري غير المملوء أما المواد المالئة لا تتقلص وبالتالي لما يكون عندي جزء مونوميري كتير فيكون تقلص تصلبي عالي. طبعا expansion contraction مثل ما حكينا higher wear تنسحب بشكل كتير كبير مقارنة مع الكومبوزيت عاد ذلك احنا ما بنحطها بمناطق اطباقية انما نضعها تحت ترميمات الكومبوزيت تحسين انطباق هذه الترميمات ولها تطبيقات سريرية معينة. من هالتطبيقات السريرية استخدامها كلاينر مثل ما قلت لكم لتحسين انطباق الترميمات استخدامها كستريس بريكر لجزء الدراسات اللي تتفق مع هذا الكلام لامتصاص الاجهادات التقلصية ولها بعض التطبيقات ايضا السريرية فيما يتعلق بترميمات الكومبوزيتات الصغيرة جدا وايضا في ترميمات الاندركات مثل ما احنا شايفين هون استخدامها كلاينر وكيف عنا انطباق بشكل كثير كبير على سطوح الداخلية للترميم بالإضافة التحضيرات الصغيرة وحتى لو كانت صنف أول ممكن تحضيرها بسنابل صغيرة مينيمال انفيزيف وترميمها بترميمات بالفلو بالكومبوزيت. طبعا الفلو بالكومبوزيت هنا مناسب جدا لأنه رأس الحقن بالفلو بالكومبوزيت قادر على الدخول على مناطق صغيرة وإضافة لأن سيولة المادة تسمح لها بالانطباق مع تفاصيل تحضير الحفرة الصغيرة. هلا حتيجي تقولوا لي طب هلا قبل شوي قلت لنا ان الفلو بالكومبوزيت هو مادة ضعيفة المقاومة للقوى الاطباقية وبالتالي لا ينصح بوضعها باماكن تعرض للجهود الاطباقية. هذا الكلام صحيح في الحفر المتوسطة في الحفر حتى الصغيرة لكن الصغيرة جدا مثل هاي الامزجة
لن يكون هناك اطباق، وبالتالي نحن اذا بدنا نطبق كومبوزيت عادي يمكن سيكون من الصعوبه بمكان انه يكون عندنا قدره انه نطبقه بتفاصيل الحفره بشكل جيد بدون ما نخلق فويدز وفراغات ما بينه وبين نسوج سميه. هذا احد التطبيقات، مثل ما تكون ايضا كستريس بريكر، وله بعض التطبيقات الخاصه كترميم تحت الاندركات مثلا. هون شايفين حفره محضره وقد يكون عندنا بعض النسوج المينائيه غير مدعومه بالعاج التي ليس عليها اطباق مباشره، ومثل ما حكينا انه هي بنحافظ عليها. هي كيف بدي رممها؟ انا استطيع اني احقن الفلو بالكومبوزيت تحت هذا الجدار المينائي. نقطه اخرى ايضا، احيانا قد نقوم بتحضير نخر ملاصق على احد الاسنان. نتيجه التحضير تاع نخر ملاصق مثلا على وحشي، خلينا نقول مثال على انثى الرحله الاولى العلويه، هون طلعنا لقينا في عندنا نخر ملاصق على وحشي الضاحك الثاني. هون بهالحالة نستطيع التدخل على هذا النخر بشكل مباشر، لأنه صار عندي مبدأ ملائمة من خلال الحفرة التي تم تحضيرها على أنس الرحى، وبالتالي هون بهالعملية أنا بحافظ على الارتفاع الحفافي لوحش الضاحك الثاني. طيب حلو كتير، حضرتها بشكل نقطي ونظفتها بشكل جيد، كيف بدي رممها؟ من أفضل مواد ترميمة بهذه الحالات الفلو بالكومبوزيت، وخاصة أنه لن يخضع لقوى أطباقية. إذا تطبيق الفلو بالكومبوزيت يطبق كمادة مثل ما حكينا على الأسنان من أجل تخفيف جهادات تقلصية وتحسين انطباق الداخلي للترميمات الكومبوزيت. ننتقل نحن للقسم الرابع من أقسام تصانيف الكومبوزيت وفقا لدرجة التحميل، هو الترادشنال كومبوزيت. بين إيدينا درجة التحميل تبعه بين 70-75% بنستعمله على الأسنان الأمامية، بنستعمله على الأسنان الخلفية بأشكال مختلفة. هلأ طلع عنا شيء اسمه البكابل كومبوزيت. صراحة ليش طلع عنا البكابل كومبوزيت؟ البكابل كومبوزيت صرح طلع يا جماعة لأنه نحن كلنا بنعرف، وخاصة بتحضيرات الصف الثاني وترميمات الصف الثاني، يمكن من أكثر المشاكل عنا هي قدرتنا على إحداث نقطة تماس جيدة مع في بين الأسنان الخلفية عند إجراء ترميمات بالكومبوزيت. لذلك ظهر عندي الكومبوزيت القابل للدك اللي حيقدر يسمح إنه يعمل قوى دفع للمسندة لتحقيق نقاط تماس أعلى. ومثل ما قلت لكم هون عنا صار درجة التحميل قد تصل ل 80%، وبرجع بقول ما في حد معين أكثر منه لن نستطيع تحميل الكومبوزيت بشكل أكبر، وإلا سنقع في ما يدعى بالكلي لايك بيست. هذا التصنيف الثاني. أما التصنيف الثالث هو له علاقة بالتحميل وفقا لحجم الذرات. التحميل وفقا لحجم الذرات هون يختلف نوع الكومبوزيت ليس لدرجة التحميل إنما لحجم الذرات المستخدمة بالتحميل. فعنا أول ما ظهر الكومبوزيت، ظهر الكومبوزيت المايكروفيل فائق الدقة اللي هو حجم ذراته بين 0.04 إلى 0.1 مايكرون، وبعده لقوا إنه والله هذا الكومبوزيت جماليته حلوة كتير لكن حقيقة خواص الميكانيكية ضعيفة، فطلع عنا شيء اسمه الهايبريد كومبوزيت اللي هو الهجين، اللي هو أخذ الذرات الصغيرة تبع المايكروفيل وتم إضافة ذرات من رتبة المايكرون، فصار عندي أنا رينج واسع ما بين 0.04 من المايكرون إلى 3 مايكرون. تخيلوا صار عندنا حجم ذرات كبير كتير وحجم ذرات صغير كتير. صار حجم الذرات الصغيرة هي مسؤولة عن الناحية الجمالية، حجم الذرات الكبيرة هي مسؤولة عن الخواص الميكانيكية. لقيت الدراسات بعدين إنه لا فعلا الناحية الجمالية ما عم تكون جيدة لهذا الهايبريد، فحاول يقللوا المدى ما بين حجوم الذرات، فصار ما بين بدل 0.04 هو 0.4، وبدل 3 مايكرون هو 1 مايكرون، فصار عندي يتخلق عندي المايكرو هايبريد كومبوزيت اللي هو يتراوح ما بين 0.4 الى 1 مايكرون، وهل اصبح شائع استخدامه كترميمات الاسنان الاماميه والخلفيه. بالاضافه الى انه النانو كومبوزيت اللي ظهر مؤخرا، هذا الكومبوزيت النانومتري هو عبارة عن كومبوزيت يتم استخدامه للحصول على نواحي جمالية عالية، ودخل النانو وصار عندي حجم ذرات بين 2 ل 3 نانو، عندي 20 ل 75 نانو، وعندي نمطين من هذا النانو كومبوزيت. عندي نانو كومبوزيت 100% مملوء وليس 10%، هذا خطأ طباعي، 100% مملوء، وعندي أنا أيضا نوع من أنواع الأخرى اللي هو بيكون في عندي ذرات من حجم النانو وذرات أيضا من حجم الهايبريد. إذا منلاحظ هون كيف الفرق ما بين حجم ذرة المايكرون وما بين العشرين نانو، مثل كأنه عم نعطي مثال ما بين الشمس وما بين عطارد، فرق كبير كتير بالحجم، ودائما لما نستخدم حجم ذرات صغيرة هذا رح ينعكس عندي على الأداء بشكل واضح ويعطيني جمالية. طيب حتجي تقلي طيب كيف حليت مشكلة النواحي الميكانيكية على ضوء إنه كل ما صغرت حجم الذرات كل ما أخذنا ناحية جمالية جيدة، كل ما كبر حجم الذرات كل ما أخذنا ناحية ميكانيكية جيدة. طيب
اول ما ظهر الكومبوزيت ظهر المايكروفيلم ما تكون شايفين اللي هو حجم ذرات صغيره. حجم الذرات الصغيره اعطاني ناحيه جماليه جيده 20 ل 50 نانومتر مثل ما لكم شايفين. الهايبريد مثل ما لنا شايفين حجم ذرات كبير وحجم ذرات صغير من 0.04 ل 3 مايكرون. لقيت انه نتيجه الاطباق ونتيجه المضغ عم تم اقتلاع هذه الذرات، ولما عم تقتلع ذره من رتبه 3 مايكرون او 2 مايكرون عم تترك مكانها فراغ كبير. هذا الفراغ الكبير سيؤدي الى التلون، وبالتالي البولش ريتنشن ضعفت ديمومته وصار عندي الناحيه الجماليه ضعيفه. لذلك قللوا الفرق ما بين الذرات، صار عندي مايكرو هايبريد اللي هو يطبق على الاسنان الاماميه والاسنان الخلفيه بحجم ذرات بين 0.4 ل 1 مايكرون. خلينا نشوف هذا النموذج السريري. الصوره الباينه معكم على اليسار هي وجه تجميلي منجز بالكومبوزيت المايكرو هايبريد عمره سنتين، والوجه التجميلي اللي على اليمين هو وجه تجميلي منجز بالمايكرو فيلم اللي عمره 10 سنوات. اثنيناتهم تم انهاؤهم بنفس الطريقة واثنيناتهم انجزوا بيد طبيب أسنان واحد. بنشوف كيف بعد 10 سنوات ضل المايكرو هايبريد قابل على أنه البوليش ريتنشن ويعطيني اللمعية جيدة، بينما المايكرو هايبريد أصبح ضل ومثل ما أننا شايفين صار الجماليته ضعيفة لأنه البوليش ريتنشن زاد. لذلك القاعدة على الشكل التالي: كل ما زاد حجم الذرات كل ما كبرت كل ما كانت خواص الميكانيكية أفضل، كل ما صغر حجم الذرات وكل ما قلت كل ما كانت المقاومة الميكانيكية أو خواص ميكانيكية أضعف. كل ما صغر حجم الذرات كل ما كان البولش ريتنشن عندنا أفضل، كل ما كانت الناحية الجمالية أعلى. كل ما كبر حجم الذرات كل ما كان البولش ريتنشن أقل، كل ما كانت الناحية الجمالية أقل. هي القاعدة الأساسية. النانو كومبوزيت مثل ما قلت لكم حجم ذرات صغير، وبالتالي لن نستطيع من تفريق ما بين حواف الترميم والمادة المرممة أو الحمصوج السنية بسبب صغر حجم الذرات بشكل كتير كبير. وطبعا كيف تغلبوا بالنانو كومبوزيت على مشكلة الخواص الميكانيكية؟ قلت لكم في عنا قسمين، القسم الأول هو النانو 100% والقسم الثاني النانو هايبريد. النانو هايبريد محلولة لأنه عندي جزء من رتبة المايكرون لتقوم بالوظيفة الخواص الميكانيكية، والجزء النانومتري هو نزوع خواص التجميلية. أما النانو 100% حلوها من خلال ما يدعى بالنانو كلاسترز. النانو كلاسترز جمعوا عديد من ذرات النانومترية وقاموا بطبخها بطريقة بشكل ما تكون قاسية، وبالتالي ظهر عنا ذرة من رتبة المايكرون إلا أنها هي عبارة عن تجمع لسبعين، قد يكون عشرين لسبعين ذرة من النانو. وبالتالي إن حصل انسحال بالمستقبل أو قوى أطباقية، بما أنه هذه النانو كلاسترز ليست مقسات بدرجة عالية لن تقتلع كقطعة واحدة، إنما ستسحل، وعندما تسحل بنيتها الداخلية هي نانومتر وما حولها نانو، وبالتالي صار عندي ناحية جمالية بشكل كتير جيد. والنانو هايبريد مثل ما حكينا هي عبارة عن مجموع من الذرات بحجم النانو هي مسؤولة عن ناحية جمالية، وذرات بحجم المايكرون هي مسؤولة عنها خواص الميكانيكية. وبرجع بقول إذا بدي قارن الناحية الجمالية على البوليش ريتنشن لديمومة لفترة أطول، النانو 100% عم يكون أداؤه أفضل من النانو هايبريد، وبالتالي أكيد النانو هايبريد هو أفضل من المايكرو هايبريد. هيك نكون خلصنا محاضرتنا، بتمنى وصلت الفكرة عنا بشكل جيد، والآكم إن شاء الله بلتقي بإنه وياكم بمحاضرات لاحقة ومواضيع أخرى.